الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن النسائي. سنن النسائي، وصلنا إلى الباب 14، صحيح، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. فروى المصنف بسند عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. مجاهد يقول أوتي مجاهد بقدح قال حذرته 8 أرطال. وقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. على بكر بن حفص سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع. الحديث الأول حديث أخرجه أحمد في مسنده. نعم. قال فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع. صاع اللي هو الأربعة أمداد، المد كفينها كده. فسترت، قال فسترت سترا، جعلت حاجبا بينهما، فأفرغت على رأسها 3. وعن عائشة وهنا أيضا في إسناد آخر، والحديث هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبارنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأزلات الرابعة والجماعة شيخ أصحاب الكتب الستة، وقلنا ما في أحد اسمه قتيبة بن سعيد البغلاني إلا هذا. قال حدثنا ليث بن سعد مفخرة المصريين من ثقات الأزلات الرابعة والجماعة، حديث فقيه محدث جواد كريم، عن ابن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عروة بن الزبير وهو من خيار التابعين وهو من الفقهاء 7، كان عابدا صواما قواما وكان أدبة الناس في عهد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت في إناء واحد. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الحديث السابق، حديث متفق عليه من البخاري ومسلم. الفرق رطلا صوت القس نصف صاع. نعم. رضي الله عنه قال كان عنده جاه عن ابي اسحاق عن ابي جعفر قال تمرينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر يكفي من الغسل جابر، فجابر بن عبد الله قال يكفي من الغسل من الجنابه صاع من ماء. قلنا ما يكفي الصاع ولا الصاعان. قال جابر كان يكفي من كان خيرا منكم واكثر شعرا. هذه الاحاديث برمتها جاءت لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه او كان يستخدم ما يستخدمه في الغسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الصاع في الاغتسال، صاع 4 أمداد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. عندنا بعض الإشكالات في هذا الباب. طبعا عائشة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يزيد على الصاع ويغتسل، وكان في إناء أيضا، وهذا الإناء يعني لما قالت على هو الفرق، وكانت تغتسل هي وهو تقول ابقري ابقري ويقول ابقري 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 ابقري. فهنا أشكل الروافض الخبثاء أشكلوا على الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، دخل أخوها من الرضاع يسألها، فكانت رضي الله عنها وأرضاها يعني كانت طلبت الماء، أخذت إناء فيه ماء ودخلت وجعلت سترا بينها وبينهما، أخوها من الرضاع موجود، وجعلت سترا ثم أفرغت الماء على رأسها، تبين لهم كيف أن النبي كان يغتسل يصب الماء على رأسه وعلى جسده، ف كان يكتفي بالصاع من الماء. وهذه ليس فيها ثمة شيء، أرادت أن تبين، وأخوها موجود وهي أرادت أن تبين، وتعلمون بأنه وقع الفعل على الإنسان تعليما يكون أقوى من الكلام المجرد، يكون أقوى من الكلام المجرد، فأرادت أن تبين لهم أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرون هذا شيئا، لكن هي كأنها تقول لو تعايشتم ورأيتم هذا هو أمامكم الآن فأنا أغتسل به. فلما فعلت ذلك فعلت ذلك تعليما وما أحد يرى شيئا، ولكنهم لما يعني يعرفون أنها أخذت هذا الصاع وأفرغت كأنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهذا يكون أوقع لهم في التعليم. وأما حديث جابر يعني قال له التابعي هو ابن الحسين أعتقد، فقال له يعني أنا شعري يعني يحتاج أكثر من ذلك ماء، فقال له جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتعارض. وحديث نهى عن أن يغتسل رجل بفضل وضوء المرأة يعني حديث ضعيف، ولو صح كما قلنا بأن هذا على الكمال فقط. فهذا كل الأحاديث الأربعة جاءت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف الماء، وقد جاءت الأدلة أن النبي قال لا تسرف الماء ولو كنت على نهر الجهل،
بص يا سمراء أنا لا أسكت عن ذلك، أنت موجودة في البيت والحمد لله لست مشغولة، كيف تتأخر دروس؟ ذهب عنك كم درس الآن؟ هذا الدرس الثالث أعتقد، هذا الدرس الثالث الذي فاتك، غفر الله لك. الفوائد المستنبطة: حرمة الإسراف في الماء، فعل النبي تشريع، لأن جابر قال كان يكفي من هو يعني أو من كان خيرا منكم وأكثر شعرا. حسن التعليم بالفعل، حسن التعليم بالفعل بيكون أوقع كما قلنا قبل ذلك. فأما حديث يعني نهى عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو بغسل ماء المرأة قلنا حديث ضعيف لم يصح. وإلا فاغتسل الإنسان بالماء لما قالت له إني كنت جنبا، قال الماء لا يجنب، سبحان الله الماء لا يجنب. قال الميمونة رضي الله عنها وارضاها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.